تقرير عن محمد بكر عطالله. محمد بكر عطالله عنده 29 سنة، متجوز وعنده طفل صغير. كان بكر بطل في رفع الأثقال، شاء العلي القدير أمر الله سبحانه وتعالى أنه يتعرض لحادث، ده أدى إلى إصابته إصابة تمنعه من استكمال مسيرته الرياضية في هذه الرياضة شديدة الصعوبة. بكر بيقول للسادة المسؤولين وبيقول للسيد محافظ الدقهلية، يا جماعة أنا عايز أجد ولا حاجة بقى خالص، فرصة عمل ومعاش أستطيع منه أن أنا يساعدني في الإنفاق على أسرتي وأمارس حياتي بصورة طبيعية، أنا ومراتي وابني، أنا الولد الوحيد. ده كلام بكر. بقية إخواته 7 من البنات مفيش حد يتكفل بيهم، بكر هو اللي شايل كل الليلة. نشوف التقرير ونرجع نكمل الكلام. السيد لاعب رفع الأثقال، رقم الكيت بتاعي في الاتحاد المصري لرفع الأثقال 175. حصلت على 20 بطولة، منهم بطولة أفريقيا شباب في دولة أوغندا، ومنهم بطولة في ناشئين في المغرب، ومنهم بطولة في قطر، ومنهم بطولة العالم في تايلاند. حصلت على المركز الثالث بعد الوقف اللاعب الروسي، تأهلت من المركز الخامس للمركز الثالث، وزائد 15 بطولة جمهورية، منهم أول جمهورية في السويس، وأول جمهورية في الشرقية، وأول في الفيوم، وأول في بورسعيد، وأول في الإسماعيلية. نظرا لكل البطولات اللي حضرتك إن أنا عملتها، حصل لي إصابة في العمود الفقري في الفقرة الثالثة والرابعة، دخلت محاولة 197. المحاولة بعد ما قمت بالكلين حسيت بترقعة في ظهري، نطرت المحاولة، وبعد ما خلصت المحاولة رحت عملت جلسات وكشفت، فقال لي لازم تريح فترة. فطبعا كان جاي بطولة أفريقيا اللي كانت في أوغندا، فطبعا خدت كورتيزون واستحملت الوجع والالم والتعب، ولعبت البطوله وخدت فيها، وكنت اول لاعب في مصر ياخد 7 ميداليات في بطوله افريقيا شباب وناشئين وكبار، كانت في دوله اوغندا. بعد ما عملت البطولات دي كلها وسافرت، حصلت لي الاصابه ومنعتني من اللعب، فروحت لبعض الدكاتره فقال لي عشان ما اكدبش عليك انت لازم تريح فتره، وبعد الفتره دي بعد ما نعمل جلسات وعلاج هنشوف هل انت مؤهل ان انت تكمل لعب تاني ولا لا. قلت له خلاص يا دكتور انا معاك. قال لي هنبدا بالجلسات ونبدا نشوف نحدد الالم فين ونبدا نشتغل عليه. قلت له تمام يا فندم. بعدها بفتره قال لي يا ابني لو انت هتكمل هتدمر نفسك، فاي واحد لازم يخاف على نفسه، الظروف الاجتماعيه اللي بمر بها تمنعني انني اتكلم في حاجات كتير، هو ربنا سبحانه وتعالى هو الاعلم بالظروف، يعني انا وحيد على 7 بنات ونظر لظروف والدي اللي هو مريض، فانا بطلب من الساده المسؤولين يبص ليا حضرتك بنظره ان انا بطل من ابطال مصر، انا طالب وظيفه حكوميه، مهما كانت الوظيفه حتى اتمكن من الصرف على المعيشه على اهلي وعلى اسرتي.